كذلك شهدت محافظة أسوان افتتاح معرض أهل رمضان الذي يأتي ضمن 5 معارض بباقي المراكز والمدن، ويعد افتتاح المعرض استكمالا للجهود المتواصلة التي تقوم بها المحافظة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية التي تتنافس لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين من السلع الاستهلاكية والرمضانية بأسعار مناسبة أقل من مثيلتها في السوق المحلي، وتخفيضات تتراوح ما بين 25 إلى 30%. دخلنا لقينا الاسعار تمام والامور رخيصه ما شاء الله والحاجات كويسه. في كمان هنا الوراك محترمه ب 90 جنيه حاجه كده ارخص من السوق بره، ده ب 120 و 130. وفي بعض المنتجات اللي هي طبعا اسعارها مخفضه بره عن يمكن 30%. بصراحه حاجه مشرفه والاسعار حلوه وجميله تمام، وبصراحه هنا شغل كويس خالص بما يرضي الله، بعيد عن غلاء التجار وبعيد عن كلام من ده. احنا اشترينا سكر واشترينا رز واشترينا مكرونات، يعني بضاعه الحاجات كلها لرمضان وحاجات للبيت. احنا جينا المعرض هنا لقينا فيه منتجات جميله حلوه قوي، والسكر متوفر بكميات الحمد لله، والناس كلها موجوده، الناس كلها بتاخد اللي هي عاوزاه، وفي مكرونه برده ب 25، وفي فراخ، وفي كل السلع موجوده.